عندنا الشرف ديال استقبال وفد كيترأسو السيد الوالي. الهدف كان هو الوقوف على الأنشطة ديال الجمعية. هذا المركز كان الافتتاح ديالو في سنة 2011. كيقوم مجموعة من الأنشطة ولكن كيرتكزوا على جوج ركائز أساسية. الأولى هي التكوين المهني للنساء. احنا الهدف ديال جمعية إسبود هو التمكين الاقتصادي للنساء، وباش نقدروا نوصلوا للتمكين الاقتصادي وحفظ الكرامة خصنا ندوزوا من واحد التكوين مهني، أن النساء يكون عندهم واحد الصنعة، واحد المهنة اللي غيقدروا يعيشوا منها بطريقة كريمة. الركيزة الثانية هو التعليم الأولي. فحال اللي شفتي في هذا لو سونتر ديالنا في هذا المركز والمركز الثاني ديال دار بوعزة، كنستقبلوا حوالي 150 طفل وطفلة، السن ديالهم كيتراوح ما بين 3 سنين و5 سنين لأقسام التعليم الأولي، باش من عندنا كيمشيو للتعليم الابتدائي وكيكونوا مستعدين أحسن استعداد باش يكون عندهم واحد الدراسة سوية. اليوم 8 مارس هو اليوم العالمي لحقوق المرأة، هو يوم خاص ماشي فقط في بلادنا ولكن في العالم بأسره، يمكن يوم احتفال ولكن أيضا يوم للوقوف على المسارات اللي قطعتهم والأشواط اللي قطعوهم النساء المغربيات من ناحية لا الحقوقية ولا أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللي هي الهدف اللي كنخدموا فيه الأساس ديالو ولا كنحاولوا نوصلوا له ونساعدوا أننا نوصلوا له في جمعية إسبود. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.